أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يستدل القبوريون بما روي عن استسقاء شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. من هو هذا الشخص؟ وين الدليل على هذا؟ هذا كذب، هذا كذب، نعم، افتراء. إن كان استسقى أحد من الخرافيين يمكن، أما أهل التوحيد ما يمكن يستسقون بالميت، لا الرسول ولا غيره. نعم.